تجربة الثيرمو دراي. اتفضل. بعد 20 دقيقة الجزء ده الظهر بتاع الحديد اللي متعرض للثيرمو دراي درجة حرارة 43. ده الحديد اللي مش متعرض للثيرمو دراي درجة حرارة 61. شايف حاجه هو هنا درجه حراره هنا المفروض تبقى 60 درجه حراره 70 70 تحت هو اصل لا قيس بعيد عن اللمبه واقرا الحراره 100 وكام فوق 100 مية اوكي 80 90 93 93 ما بين 88 و 93 وتحت 69 ما بين 69 65 يعني 20 درجة فرق حوالي 20 درجة بين فوق وتحت. شكرا. هنا 43 و 60 يعني فرق برضه بتاع 20 درجة. شكرا جزيلا.